السلام عليكم طلاب تحليل وسيط. اليوم راح نبدأ في المالتيبل انتجرالز سكشن 14.1 و14.2. if r is a region in the xy plane, عندي r منطقة ما في المستوى xy, and then the double integral of f of xy dA, التكامل الثنائي double integral على المنطقة R بيساوي double integral fxy dy dx. حطيت بدال dA, طبعا dA كيف نجيبها, هذه المنطقة تغير في x اسمه dx, تغير في y اسمه dy, تقاطعهم الستريب هذا والستريب الثاني تقاطعهم بيعطيني شكل بيشبه المستطيل dA تساوي dy dx أو dx dy. فإذا حطيت محل dA dy dx, this thing is called type 1, نسميه type 1. الآن الدبل انتجرال على R لو حطينا dx dy راح نسمي هذا type 2. الآن لو معنا في نظريات تشبه النظريات للسنجل انتجرال, لو كان عندي دبل انتجرال لكونستانت في اف اكس واي دي اي, بامكاننا نطلع الكونستانت برا ونعمل التكامل على ار اللي راح نتعلم كيف نعمله. يجوز اذا اخراج الثابت خارج التكامل. ايضا الدبل انتجرال بامكاني اوزع الجمع او الطرح نفس السنجل انتجرال. دبل انتجرال اف بلس جي دي اي ايكوال اوفر ار equal the double integral of f over r dA plus or minus the double integral of g dA over r. الآن إذا كان في عندي r وقسمتها إلى قسمين بأي curve r1 r2, double integral على r كاملة هو double integral ل fxy على r1 زائد double integral ل fxy dA على R2, تشبه خاصية الإضافة. لو كانت أكثر من منطقتين, ثلاث مناطق أربع مناطق, نفس الشيء بإمكاننا نوزع. Now double integral over rectangular region, the double integral over the rectangular region. If R is a rectangular region in the XY plane whose sides are parallel to the coordinate axes. يعني لما نحكي rectangular region في double integral بنعني انه الاضلاع للمنطقة المستطيلة, rectangular يعني منطقة مستطيلة, اضلاع المنطقة المستطيلة توازي المحاور, يعني ما بيكون مايل المستطيل, محاور محور X ومحور I بوازيهم الأضلاع, الأربع أضلاع, ضلعين بوازوا X ضلعين بوازوا Y. فهي المقصود في الريكتانجولار ريجن في الدبل انتجرال. الآن R ممكن نعبر عنها بطرق كثيرة, منها الرسم أو ممكن نوصفها وصف بمجموعات R, ممكن نكتبها X Y all the ordered pairs, كل الأزواج المرتبة, such that X between A and B greater than or equals A less than or equal B, Y is greater than or equal C, and Y is less than or equal to D. الآن ممكن نكتبها على شكل Cartesian product of two sets. Cartesian products بين أي مجموعتين, شو المقصود فيه؟ هاي الفترة الأولى فترة X وهاي فترة Y, هذه نفسها تعني نفسها. يعني ممكن بدل ما أكتب هذا الشكل نكتبها بهاي الصورة, بتكون الأولى حدود X والثانية حدود Y. يعني X بتتغير من A ل B, الفترة الأولى ل X والفترة الثانية ل Y. هذا الحكي هو نفسه هذا. الآن دبل انتجرال fxy dA على R كيف بنحسبه؟ عشان عملية الحساب نبدأ, بناخذ محل dA إما dy dx اللي حكينا عنها type 1, أو بناخذ dx dy, يعني dx جوا ودy برا, نسميه type 2.
الآن لما نحط دي واي جوا التكامل الداخلي الانر انتجرال الحدود تبعته للواي، يعني حدود التكامل الداخلي نفس المتغير هون واي معناته هاي حدود واي، والخارجي حدوده الاكس هي من اي ل بي هي حدود اكس. فاذا اللي برا زي بعض، المتغير المتغير مع حدوده، المتغير مع حدوده. لما نيجي نحسب بنحسب اول الانر انتجرال، ستارت وذ انر انتجرال ذن كومبيوت ذا اوتر وان، نبدا بالداخلي ثم الخارج طريقه الحساب. الان لو عكست بيطلع نفس الجواب، طبعا اذا المنطقه مستطيله بسهوله بامكاني اعكس. لما تكون نون ريكتانجولر ريجون بصير شوي اصعب عمليه العكس، لا تكون بهالبساطه هاي. فالان لو عكست الحدود حطيت دي اكس جوا ودي واي برا عملنا تايب 2، لان اذا صارت دي واي برا معناته الحدود لواي والانر لاكس. الآن إذا ملاحظة، الآن if R is a rectangular region or R is a rectangular region، R منطقة مستطيلة، if and only if، إذا وفقط إذا كان all the four limits or the four limits of the integrals are constants. يعني إذا المنطقة اللي معي مستطيلة جميع حدود التكامل الأربعة يجب أن تكون ثوابت، والعكس صحيح. إذا في عندي دبل انتيجرال كل الحدود عليه ثوابت أرقام ما فيها متغير لا X ولا Y، فتكون المنطقة مستطيلة، يعني الاتجاهين. إذا المنطقة مستطيلة جميع الحدود الأربعة تكون ثوابت، وإذا كانت ثوابت الحدود الأربعة تكون المنطقة مستطيلة. خلينا نشوف كيف نحسب الآن دبل انتيجرال. Then evaluate this integral, the double integral of 6xy plus 1 dA over R, where R is this. لو جينا نشوف R شو هي المنطقة R، X بتتغير من 0 ل 1، Y بتتغير من 0 ل 2. لو نيجي نرسمها، حدود X من 0 ل 1، حدود Y من 0 ل 2. يعني إحنا نازلين نعمل تكامل على منطقة مستطيلة، على rectangular region. الآن كيف نحسب؟ لو بدنا ناخد i، نسمي التكامل المعنى i، i equal the double integral of 6xy plus 1، لو أخذت type 1 dy dx، لما نحط dy dx كأني بحكي هاي type 1، الحدود البرة الخارجية لازم تكون لx، x تتغير من 0 ل 1 من هون او من الرسمة، حدود x from 0 to 1. حدود ال y، y تتغير من 0 ل 2، اذا من 0 الى 2. هدول لبعض الحدود الداخلية والحدود الخارجية ل x. لان لما بدي اجي احسب ببدأ من ال inner integral بعدين بروح لل outer 1، then integral from 0 to 1 dx، يعني بكتب اللي برا كأنه ما له علاقة في الموضوع، هدول بنزلوا. لأن شغلي هاي هي الورك شيت كأنها، بدنا نعمل integral with respect to y، بنعامل y كأنها المتغير و x كأنها ثابت. الآن تكامل بالنسبة ل y بصير 3xy squared، y squared over 2 تختصر 2 مع 6، زائد التكامل واحد y. الآن حدود التكامل from 0 to 2. الآن نحسب التكامل بساوي integral from 0 to 1، now substitute 2 instead of y، نعوض 2 محل ال y، بصير 4 في 3 12x، زائد 2 ناقص تعويض الزيرو، تعويض الزيرو محل y، 0 plus 0 يعني minus 0 dx. إذا صف السؤال، integral صار single integral 12x plus 2 dx، integrate with respect to x، 12x squared over 2 means 6x squared plus
2x from 0 to 1. Now substitute 1, you get 2x plus 2 minus 0, it is 8. Now, want to solve this question by using type 2. نحل نفس السؤال بس نأخذ الترتيب الثاني اللي سميناه type 2. يعني solution 2 on the first solution. Solution 2 بكل بساطة I integral اللي هو يعني double integral of 6xy plus 1 dA over R. لأن حدود X كانت من 0 ل 1، حدود Y من 0 ل 2. لأن أنا بدي أعمل type 2 6xy plus 1 نحط dx جوا dy برا. فالإنر integral with respect to X، the outer one with respect to Y. حدود ال y from 0 to 2، حدود x from 0 to 1. نشوف راح يطلع معنا نفس الناتج او لا. طبعا لما نيجي نحسب هذا بنحسبه بالاول ثم بنحسب الثاني برا. الان integral from 0 to 2 integrate with respect to x to get x squared over 2 3x squared y plus x the limits from 0 to 1 dy. طبعا هدول بنزلوا زي ما هم شغلنا جوا. الان integral from 0 to 2 substitute 1 instead of x to get 3y plus 1 minus substitute 0 you get 0 dx dy لأنه minus 0. Integrate with respect to y 3y squared over 2 plus y from 0 to 2 equals substitute 2 4 times 3 12 over 2 6 plus 2 minus substitute 0 you get 0 so we get the same answer 8. Another example. Evaluate the double integral of e raised to the power e x plus 2y dA over R, where R equals 0 ln 2 cross 0 ln 3. إذن R our region 0 ln 2 0 ln 3. الأولى حكينا لما نكتب بهذا الشكل الأولى هي حدود X من 0 لln 2 حدود Y من 0 لln 3 يعني هذه ل X وهذه حدود Y. الآن فهذا التكامل double integral ل e to the power X plus 2Y dA over R ممكن نحله بtype 1 أو type 2. لو حطينا مثلا e to the power x plus 2y dy dx يعني استخدمت type 1 dy جوا dx برا البرا. إذن الحدود لx حدود x من 0 لln 2. لاحظوا المنطقة مستطيلة. ليش عرفنا إنها مستطيلة؟ الحدود كلها ثوابت لأن 2 رقم ثابت 0 ثابت 0 these all these are constants and from 0 to ln 3. First integrate with respect to y then integrate with respect to x equal 0 to ln 2 integrate with respect to y to get e to the power x plus 2y e to the power x plus 2y times تكاملنا بالنسبة ل-y 1 على 2 اقتران خطي على معامل x. الآن حدود التكامل حدود y من 0 لln 3
دي اكس الان تساوي انتجرال from 0 to ln 2، نعوض ln 3 محل y، بصير عندي نص e to the power x plus 2 ln 3 minus، نحط اقواس، minus e to the power 0 plus x x e to the power x dx. الآن بسط، هذه ممكن نكتبها integral from 0 to ln 2 1 half e to the power x times e to the power ln 9 minus e to the power x dx. كيف وصلنا لهذه الخطوة؟ هذه انفصلت e قوة x ضرب e قوة 2 ln 3 في الضرب، تجمع الأسس، عملنا عملية عكسية. الآن e قوة ln 9 بصير 9، فإذا بصير عندي integral from 0 to ln 2 1 half 9 e to the power x minus e to the power x dx. الآن equal 8 over 2، يعني الجواب من 0 لln 2 4 e to the power x. عملية تبسيط، 9 e قوة x ناقص e قوة x تعطينا 8 في النص تعطي 4. Integrate now with respect to x، بصير الجواب 4 e to the power x from 0 to ln 2 equals 4 times e to the power ln 2 minus e to the power 0 equals 4 في 2 minus 1 equals 4. Now we have theorem. If f of x y، لو كان عندي function في two variables، كان بإمكاني أكتبه f of 1x times f 2 of y. يعني إذا كان عندي اقتران يمكن كتابته كحاصل ضرب اقترانين أحدهما يعتمد على x والآخر يعتمد على y. Then the integral of fxy dA or dy dx from A to B from C to D double integral، الاقتران اللي جوا بيعتمد على x وy وبإمكاني أكتبه كحاصل ضرب اقترانين أحدهما يعتمد على x والآخر يعتمد على y. نظرية بتحكي باخد مين اللي بيعتمد على x اللي هو f1، f1 lx بضربه في dx، dx حدودها من كم لكم؟ من a ل b، ضرب another single integral f2 of y dy، حدود y تتغير، الواي تتغير من سي الى دي. طبعا هاي النظرية بشرط انه A و B و C و D are constant، A B C and D are constants، يعني منطقة rectangular region over a rectangular region. السؤال اللي معنا كان قبل شوي نعيده مرة ثانية بهاي الطريقة، evaluate the double integral of e to the power x plus 2y dA over r where r equal the integral from 0 to ln 2 cross 0 ln 3، the Cartesian product of the two sets. And لو انتبهنا لهذا الاقتران يمكن كتابته كحاصل ضرب اقترانين، واحد يعتمد على x والآخر يعتمد على y، يعني double integral of e to the power x plus 2y dA over r، ممكن أكتبها double integral of e to the power x times e to the power 2y dy dx. لاحظتنا type 1 حدود x from 0 to ln 2،
حدود الواي from 0 to ln 3. Now we can split this integral into two single integrals. كنا نكتبه from 0 to ln 2 ل x, هاي حدود x, e to the power x dx times integral e to the power 2y dy, الحدود ل y from 0 to ln 3. So instead of the double integral, we have two single integrals, the product of two single integrals, and evaluate each of these single integrals. The first integral, e to the power x from 0 to ln 2, times the other integral, the second one, 1/2 e to the power 2y from 0 to ln 3. Now substitute e to the power ln 2 minus e to the power 0. 1/2 e to the power 2 ln 3 minus 1/2 e to the power 0. Equal, here we have 2 minus 1. Here we have 9. 1/2 times e to the power ln 9. Minus 1 e to the power 0 equal 1. Here we have 9, 1/2 by 9 minus 1. 9 minus 1 equals 8 times half equals 4. So we get the same result. الآن كمان مثال, example, evaluate double integral of y over the square root of 2 minus x square dx dy. الحدود 2 4 0 1, طبعا اللي جوا حدود x واللي برا حدود y. Evaluate this integral. Assume this integral equals i. لاحظ لي انه اللي جوا التكامل y over square root of 2 minus x squared. لاحظ اني بامكاني اكتبه 1 على جذر 2 ناقص x تربيع مضروب في y. يعني كتبنا الفانكشن الانتيجراند كحاصل ضرب اقترانين احدهما في x والاخر في y. اذا بامكاني افصل التكامل الدبل انتيجرال ل two single integrals لأن الحدود ثوابت, زائد أن الاقتران يكتب كحاصل ضرب اقترانين أحدهما يعتمد على x والآخر يعتمد على y. إذن i تساوي integral, أول integral مثلا اللي بيعتمد على x 2 ناقص x squared dx في integral بيعتمد على y dy. يعني هو حاصل ضرب اقترانين أحدهما يعتمد على x والآخر يعتمد على y. الآن حدود x منجيبها من الدبل انتيجرال. الحدود x هي الداخلية, فإذا x حدودها من صفر للواحد, حدود x من صفر للواحد, بينما حدود y الخارجية من 2 لأربعة. إذا هون 2 لأربعة. إذا نعمل التكامل. التكامل الأول sin inverse x على جذر 2 from 0 to 1. التكامل الثاني y squared over 2 to 4. الآن عوض, بصير sin inverse 1 over root 2 minus sin inverse 0. في نعوض 16 على 2 ناقص 4 على 2, لأن تساوي باي over 4 minus sin inverse 0 equal 0. في 16 على 2 8 ناقص 2 6, يعني 6 ضرب باي على 4 3 باي على 2. The answer. لأن نحكي إذا كانت R non rectangular
region. إذا كانت المنطقة اللي معي R ليست مستطيلة. إذا عندي منطقة ليست مستطيلة R non-rectangular region، كيف راح نحسب الدبل انتجرال؟ طبعا بشكل عام لو كان عندي الدبل انتجرال fxy dA على R ممكن حكينا نكتبه type 1 type 2 زي أول f xy، ممكن أكتبها type 1 dy dx type 1. الآن إذا حطيت dy dx وكانت المنطقة non-rectangular، هدول دائما طبعا أول تكامل راح يكونوا constant، بس اللي جوا مستحيل يكونوا اثنين constant، لأنه لو كانوا اثنين constant صارت المنطقة مستطيلة. فهون في واحد منهم على الأقل في متغير، أو على الأكثر فيهم واحد ثابت. فمنحكي مثلا من h1 للx h2 للx ممكن واحد فيهم على الأكثر يكون ثابت. إذا الحدود الداخلية يا اثنين متغيرات يا واحد فيهم متغير، بس مستحيل يكون اثنين ثوابت، لأنه إذا اثنين ثوابت صارت المنطقة مستطيلة. الآن الدبل integral of fxy dA نفسه بإمكاني أستخدم type 2 double integral of fxy dx dy. الآن dy الحدود اللي برا ly يجب إنها تكون ثوابت من c إلى d، الداخلية بتكون g1 of y تعتمد على y ممكن أو ثابت g2 of y، اللي جوا واحد فيهم على الأقل متغير أو اثنين متغيرات، فهاي type 2 the second type. example evaluate the integral the double integral of 2xy plus 1 dA over the region R where R is the region bounded by the triangle whose vertices the origin 0, 0, A 1, 0 and B 1, 2. إذن بدنا نوجد التكامل اللي معي الدبل انتجرال على المنطقة R اللي هي محدودة بالمثلث الذي رؤوسه نقطة الأصل والنقطة 1, 0 A والنقطة B هي 1, 2. أول شيء لازم نعمله نرسم المنطقة ونحدد معادلات الحدود على هاي المنطقة. المنطقة مثلثة الشكل. الآن الرؤوس أول إشي الـ O 0, 0 1 هذه النقطة A. الآن نقطة B 1, 2 this is B. الآن المنطقة رؤوسها هي مثلثية الشكل، رؤوسها رؤوس المثلث. إذن this is R. The region is a triangular region، منطقة مثلثية الشكل. الآن لازم أعرف معادلات كل الخطوط المحيطة بالمنطقة. الآن عشان أوجد معادلة AB، معادلته بسيطة، AB معادلته X تساوي 1، معادلة هذا الجزء هذا الخط y تساوي 0 محور الx. لان الايكويشن ل OB عشان اطلع معادلة OB السلوب m بيساوي طبعا هاي النقطة 2 1 2 here 0 0 2 minus 0 over 1 minus 0 equals 2. اذا المعادلة لو اخذت نقطة الاصل y minus 0 equals 2 times x minus 0 يعني y equal 2x. hence the equation of this line y equal 2x.
الآن بدي أحسب هذا التكامل اللي راح نسميه I بدي أستخدم بالأول type 1. كيف بدي أحط حدود التكامل؟ هو أهم شيء في الدبل انتجرال. باقي الأشياء تكامل، ممكن يجي تكامل أجزاء، تعويض، كسور جزئية، من الطرق التكامل اللي تعلمناها بكالكولاس 1. التركيز هون بدي أركز كيف نتعامل مع الحدود، كيف نضع الحدود. فالآن بدي أحط دبل انتجرال ل 2xy plus 1. نحط type 1 يعني بدي أحط dy dx. اتذكر dx برا معناته حدودها لازم تكون ثوابت. في هاي المنطقة حتى نغطي هاي المنطقة أصغر قيمة لx صفر كان ثابت وأكبر قيمة 1، فإذا حدود x بسيطة من 0 ل 1. حدود y عشان حدد حدود y بتتغير من أسفل لأعلى، أكيد مش راح أخدها من 0 ل 2. لو أخدتها من 0 ل 2 صارت المنطقة مستطيلة لأن الحدود الأربعة ثوابت. ننتبه كيف راح نحدد حدود y. المنطقة R ببدأ أغير y بتتغير فيها من أسفل لأعلى، تحت y صغيرة في الأعلى أكبر، من أسفل لأعلى بنتحرك. الآن في هاي المنطقة أثناء حركتنا من أسفل لأعلى وين بدت هاي الخطوط جميعها؟ بدت من هذا الخط، بدت قيمة y من هون. كم قيمة y على هذا الخط؟ قيمتها صفر، يعني من y تساوي صفر إلى وين انتهت جميع الحدود؟ انتهت على هذا الخط. كم قيمة y على هذا الخط؟ y قيمتها 2x، فإذا y تتغير من 0 إلى y تساوي 2x. إذا عشان أحدد حدود x، x حدودها ثوابت، فمن وين منغطي المنطقة؟ من 0 ل 1. الآن عشان أعرف حدود y بمرر خطوط عمودية من أسفل إلى أعلى في المنطقة عشان أحدد y من كذا إلى كذا. y بتبدأ من y صفر وتنتهي إلى الخط المائل، وقيمة y على هذا الخط المائل أكيد مش ثابتة، كل خط تختلف قيمة y عنده تعتمد على x، فمن y تساوي صفر إلى y تساوي 2x. إذن هيك حددت حدود التكامل، وهي أهم خطوة في الدبل والتربل انتجرال، إنه كيف نحط الحدود إذا كانت المنطقة في حالة الدبل ليست مستطيلة. الآن من 0 إلى 1 التكامل الأول بالنسبة ل y، نعمل تكاملنا عادي، نبدأ بالإنر إنتيجرال بعدين الأوتر ون. الإنر إنتيجرال بالنسبة ل y بعطينا x y squared plus y from 0 to 2x dx. الآن إنتيجرال from 0 to 1 دعوض محل ال x محل ال y 2x، 2x محل الواي بتصير 4x تربيع في x، 4x تكيب زائد محل الواي 2x ناقص تعويض محل الواي 0 راح تعطينا 0 dx. الآن نكمل تكاملنا، بتصير x قوة 4 زائد x تربيع من 0 ل 1 يساوي 2 ناقص 1 يعني 2. خلينا نحل نفس السؤال نحله بطريقة ثانية من استخدام type 2 solution 2، نستخدم فيه type 2. الآن شوف كيف رح نعمل. المنطقة نفس المنطقة رح نرسم، معادلاتنا نفسها. الآن عندك 0 1 0 1 2، الرؤوس المثلث هي 0 0، إذن هذا شكل المثلث. لأن هذا الخط معادلته y تساوي 2x، y تساوي 2x طلعناها. هذا الخط معادلته x تساوي 1، هذا الخط y تساوي 0. يعني بدي أكون أعرف كل حدود المنطقة شو معادلات الحدود أو الكيرفات أو الخطوط التي تحيط بالمنطقة. هاي R. لأن عشان أحل الدبل انتجرال باستخدام تايب 2 السوليوشن الثاني، I اللي هو التكامل اللي عندنا كان دبل انتجرال ل 2xy plus 1
نحط dx dy dx dy. الآن بما إنه y برا فإذا حدود y تكون ثوابت، y تتغير من صفر إلى كم؟ إلى 2. عشان أغطي المنطقة هاي أقل قيمة للمنطقة، قيمة y على هاي المنطقة صفر، وحتى نوصل لاثنين نكون غطينا المنطقة. فإذا حدود y الثوابت من صفر لاثنين. شوف كيف نحدد حدود x. حدود x نتحرك من الشمال لليمين، y من أسفل لأعلى، y تحت صغيرة فوق أكبر، ال x على الشمال صغيرة على اليمين أكبر. فلو تحركنا بخطوط أفقية في المنطقة من اليسار لليمين، كل هاي الخطوط تبدأ من وين؟ من الخط المائل. من x تساوي كم؟ لاحظ y تساوي 2x، أنا بدي x كم؟ x تساوي y على 2. يعني تبدأ من y، من x تساوي y على 2 وتنتهي عند هذا الخط اللي فيه x كم تساوي؟ 1. إذا حدود ال x صارت من y على 2 إلى 1. إذا هاي حدود ال x. الآن بنجري التكامل العادي، هذا الأول بالنسبة نبدأ فيه بالنسبة ل x، وبعدين نبدأ في الثاني. إذا هذا التكامل من 0 ل 2، التكامل الداخلي بالنسبة ل x يساوي x تربيع y زائد x. الآن حدودنا في هذا التكامل من y على 2 إلى 1 dy. إذا بدنا نعوض مرة محل x بواحد ناقص تعويض ال x باثنين، هون 0 2. إذا يساوي integral from 0 to 2، عوض مكان ال x بواحد تعطينا y زائد 1، ناقص مكان ال x بواي على 2 يصير y تربيع على 4 ضرب y، y تكعيب على 4 زائد y على 2 طبعا dy. الآن نبسط ونحسب، يعني أشياء روتينية الآن كل واحد بإمكانه يحسبها. y ناقص y على 2 هي y على 2، ناقص y تربيع تكعيب على 4 زائد 1 dy. الآن نعمل تكاملنا، تكامل بالنسبة ل y بتصير y تربيع 2 على 2 بتصير y تربيع على 4، ناقص y أس 4 على 16 زائد y. الآن المفروض إذا حلنا صحيح لازم يطلع نفس الناتج الأول، لأن نعوض محل ال y ب 2، تربيع 2 4 على 4 ب 1، ناقص تعويض 2 16 على 16 1 زائد 2، ناقص تعويض الزيرو 0 0 0 كلهم بعطوا 0. إذا هون 1 ناقص 1 بتروح بتساوي 2، إذا طلع معنا نفس الناتج.